السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مواصفات طرف التسميد. إزاي تنقي تختار الخروف اللي هيدخل معاك دور التسميد. أول حاجة ظهر الخروف. ظهر الخروف كل ما كان عريض بيبين لك إن الخروف كان متأسس وهو صغير وشبعان لبن جنون. وكل ما كان ظهر الخروف عريض بيشيل معاك في اللحم أكتر بيكون معدل تحويله أحسن. وبيديك وزن نهائي ان شاء الله في اخر الدورة الوزن المطلوب اللي انت عاوزه ان شاء الله. اهم حاجة عرض الظهر، ظهر يكون عريض بغض النظر عن شيء اللحمة، ظهر مليان او فاضي، يعني شيء اللحمة او فاضي. شيء اللحمة معناها ان الخروف كان بيتعرف عند الصحن، ولو الظهر فاضي عريض بس فاضي ده معناه الخروف معتمد على المراعي، الخروف بتاع مراعي. بس المهم اهم نقطه في الظهر تبعد عن الظهر المسلسل اللي هو جلد على عظم، تحس ان الجلد ده على العظم مباشره، مفيش اي لحم في الظهر، لان الخروف ده 90% هيكون تعبان. وتبعد عن الظهر المقوص، يعني زي ما انت شايف الخروف قدامك واقف اهو، ظهر مستقيم تساوي 100% مفيش فيه اي مشكله. الظهر المقوص يكون الخروف تعبان او بيبقى اغلبها بتكون ديدان كرش، بتكون ديدان كرش، وديدان كرش اتطورت في الكرش كتير ثبت له طاوسه الضهر. النقطه الثانيه بعد الضهر العينين، عين الخروف درايه على صحته، درايه بصحه الخروف العين. اول حاجه اكد العين صافيه سليمة بتلمع مفيش فيها أي دموع، مفيش فيها أي ضباب على العين أو سحابة بيضة زي السحابة البيضة، أي عتامة على العين لا، ضروري العين تكون صافية نظيفة بتلمع مفيش أي دموع. بترفع الجفن بتاع العين، بتشوف الشرايين، لما ترفع الجفن بتاع العين تشوف الشرايين، الشرايين دي كل ما كانت حمراء كل ما كان لونها احمر غامق كل ما كانت دليل على صحه الخروف، وكل ما كان لونها باهت احمر فاتح بيميل للابيضات شويه ده بمعناه ان الخروف عنده انيميا. وابعد خالص عن الخروف اللي تلاقي الشرايين العين بتاعته زرقاء، ده معناها الكبد بتاعه تعبان، في ديدان او في مشكله، الكبد عنده ضعيف في مشكله. النقطه الثالثه مناخير الخروف، بص على الانف بتاعه مفيش فيه افرازات، مفيش فيه اي افرازات، الانف سليم نظيف دليل على الجهاز التنفسي بتاعه ان شاء الله سليم 100%، الرئه بتاعته سليم. بعديها تبص على الفم، بق الخروف، بق الخروف معاك، بق الخروف اهم حاجه، تشوف الشفايف من بره، الفم من بره، وبتحاول تفتحه تشوفه من جوه كمان، من جوه احتمال بيكون فيه طفح جلدي، طفح حراره، يكون ساعات ممكن الخروف يكون سخن، مر بمرحله سخونيه او حمى بتسبب له طفح في الجسم وبيطلع على بقه. طبعا لما يذهب الطفح في بقه او في داخل البق او في الخارج بيعمل له صعوبه في الاكل، لا الخروف قطع يقطع معاك اكل ممكن يومين ثلاثه اربعه لغايه ما البق يتعالج. طبعا ده كله بيخسر الخروف من وزنه في الفتره دي. النقطة اللي بعديها لية الخروف، أول ما تمسك الخروف ترفع ليته، ترفع لية الخروف، أهم حاجة في لية الخروف تكون نظيفة، بيضة نظيفة، والخروف يكون خالي من الإسهالات، يعني فتحة الشرج بتاعة الخروف تكون سليمة نظيفة مفيش فيها أي إسهالات، يعني الخروف ما عندوش أي إسهالات. وبالنسبه للية الخروف اللي هي تعتبر المخزن بتاع الاكل الزايد، اي اكل زايد عن حاجه بيتخزن على شكل دهون في اللية، فكل ما كانت اللية محمله شايله نسبه دهون كل ما كانت الخروف معناها شبعان ومتغذي كويس، والدليل على صحته برضك على صحه الخروف. وتتاكد وانت رافع اللية تتاكد من الخصيه بتاعه الخروف مفيش فيها اي ورم، مفيش فيها اي انتفاخ، الخصيتين في الحجم الطبيعي مع حجم الخروف، فلا مفيش فيها اي تضخم مفيش فيها اي انتفاخات، والاثنين حجم واحد.
2 حجمين. من ناحيه القرون برضك دي نقطه مهمه، باين لك سن الخروف قصاد حجمه. ارض الخروف يكون متناسق مع حجم الخروف، ما يكونش الارض تخين خالص وكبير خالص والخروف حجمه قليل. كل ما كان الارض كبير والحجم قليل معنى كده الخروف سنه كبير وهيعتبر هيطلع قزم، مش هيزيد معاك كبير، مش هيكبر معاك، مش هيفرد معاك، مش يشيل معاك ويطلع ويطلع معاك الوزن النهائي المظبوط اللي انت عاوزه في اخر الضرب. هيديك اوزان قليله. زائد معدل الخروف في الشهر هيكون 50 كيلو يعني. من النقط المهمه طبعا تشيل الخروف برضه، بص على ظوافر الخروف، الحافر بتاعه. تكون اهم شيء مستقيم. منطقه الحافر مع المفصل او المفصل تكون مستقيمه، زي ما انت شايف الخروف واقف رجليه مستقيمه. ما تكونش في ارتخاء في الاربطه هنا، تكون الكعب ده المفصل او المفصل قريب من الارض، سواء في القائمه الخلفيه او الاماميه، سواء من قدام او من ورا، تكون الرجل واقفه مستقيمه. واقفه مستقيمه، ما يكونش الضفر مقلوب. الضفر مقلوب معناه كده ان عنده ارتخاء في الاربطه هنا في المفصل في اول مفصل. اول ما يتقل وزن الخروف هتلاقي هتبدا تسبب له مشاكل، المفصل نفسه او المفصل ده هيوصل للارض. هيوصل للارض هيعمل له مشاكل في المشي، مش هيقدر يمشي، الخروف هيتكسح ويفضل قاعد في الارض على طول. طالما عنده حصلت له ارتخاء الاربطه هنا تبقى الاربطه بتاعته ضعيفه. فتركز على رجل الخروف، رجل الخروف واقفه مستقيم. الضافر واقف مستقيم. ما تكونش الاول مفصل نازل الارض قريب من الارض. واقفه سواء قائم خلفيه او اماميه. زي ما انت شايف الخروف واقفه، رجله مستقيمه، مفيش اي عوجيه في الرجل. الاثنين مظبوطين، مش فيهم اي مشكله سواء من الخلف سواء من الامام. حركه الخروف هتبلك وهو بيمشي. بتشوف الخروف من تحت، تحت الطانه المنطقه البيضاء وفخدته، وفخده الخروف المناطق البيضاء الخليه. شوف المناطق دي خليه من الحبوب، خليه من الحراره، ساعات بيحصل فيها يمكن فيها جدري. الجدري ده مشكلته كبيره، المرض دي ممكن بيظهر فيها حبوب وكاس مائيه عباره عن جدري. فتتاكد ان الخروف بطنه نظيف، الجلد من تحت ما بين الفخده تحت الدراع كله يكون سليم ابيض ونظيف. واخر نقطه اللي عشان كده بالظبط انا اخترت الخروف ده بالذات، وهي حركه الخروف. حركه الخروف عندك سليم تمام، مواصفات كامله ان شاء الله، صحة، نظافة، عينين، بق، قرون، طرف، ليا، كل صحته تمام التمام. بس في مشكلة، النقطة الأخيرة اللي الكثير مش هيلاحظهاش، وهي حركة الخروف. حركة الخروف حركته سليمة، مفيش فيه أي مشكلة في رجليه سواء الخلفية سواء الأمامية. الخروف ده يعتبر فيه مشكلة خفيفة في رجليه، مش أي حد هيلاحظها غير اللي عنده خبرة. الخبير من جنب والله يلاحظها. شوف الخروف معايا اول ما يتحرك، بص على رجليه من ورا، لو بتشتري الخروف في الصيف طبيعي الخروف بيكون في السوق نفسه عالي، تحس النفس بتاعه عالي شويه، ولكن في الشتاء المفروض تجيبه نفسه طبيعي، الساعة النفس بتاعه ما بيتغيرش، نفسه بيفضل طبيعي. ركز اهم شيء من النفس، ده الخروف بياخد نفسه طبيعي عادي، مفيش نهجان، ما بيفتحش بقه بياخد نفسه. النفس طبيعي مفيش اي مشكله، لان لو في مراحل التهاب رئوي متقدمه مش هتلاقي اي افرازات من الانف، هتلاقي مناخيره سليمه نظيفه، بس المشكله تكون الرئه كلها، معظم الرئه هيكون تعبان متضمر. هيبان معاك لو تكتب نفس الخروف، لو كتبت نفسه 15 ثانيه بس، 10 ثواني 15 ثانيه. تقفل ايدك كويس على بقه وعلى مراخيره. تقفل كويس 10 او 15 ثانيه بس، ما تكترش وتسيبه وتشوف نفس الخروف. خروف طبيعي، نفسه طبيعي، ما قعدش ينهج، ما تعبش، ما كحش. ان شاء الله يكون معاك الخروف باذن الله سليم. ان شاء الله دي اهم المواصفات، خروف التسليم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.